ضيفي اللي رح يطل معي مباشرة عبر زوم من مصر إبراهيم بلال. إبراهيم قصته مختلفة شوي لأنه قرر هو أنه يخوض تجربة مختلفة نوعا ما بأقلام الرصاص. عادة نحن إذا بدنا نكتب بقلم الرصاص تعرفوا قديه بينكسر معنا القلم نحن وعم نكتب وقديه منبري هيدا القلم، فهو قرر يحول هيدا الشيء اللي نحن بنكتب فيه بطريقة عادية وما بنعرف يمكن شو معقول يطلع من هيدا الرصاصة الصغيرة من حوتات مختلفة، كل وحدة عندها قصة، كل وحدة عندها حكاية، وبلش بقصص لها علاقة بمصر ليقدر انه يضوي اكثر على هالمدينة الحلوة، على مدينته له، على هالبلد الجميل من خلال هيدي المنحوتات ومن خلال قصص فرعونية على اقلام الرصاص. هيدي كانت البداية. ابراهيم صباح الخير. كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. بخير الحمد لله، اخباركم؟ صباح الفل. نحن منيح وانت؟ الحمد لله والله كله تمام. هلا انا كنت بدي اشوف شو حامل بايدك، قلم رصاص، قلم عادي، قلم عليه منحوتي من فوق، شو الوضع؟ طيب ده قلم رصاص منحوت عليه البرج الايقوني في العاصمه الاداريه الجديده في مصر. يعني واو. هو طبعا اكيد مش هتشوفي ال ديتيلز، ما راح اشوف القصص الكتير بشكل مفصل. مش هتشوفي خالص. بالظبط، يعني هو بيحتاج مكبر علشان الشخص يقدر يشوف التفاصيل الموجوده فيه. طيب ابراهيم اذا انا بحاجه لمكبر لاقدر اشوف هيدي التفاصيل، انت كيف عم تشتغله؟ انا بشتغل بميكروسكوب. واو. انا بستخدم مايكروسكوب. وقد ايه هذا الشيء هيك اول شيء بيوجع النظر؟ يعني بتحس انك مزعوج بعد كم وقت من الشغل؟ لا خالص، هي العمليه عمليه تعود بس، يعني اي حاجه بالنسبه للشخص الطبيعي غريبه عنه اكيد هيرفضها في الاول وهيبقى مستغربها وبالنسبه له شبه مستحيله، اما الفكره انه انا اتعودت على الشغل ده او اتعودت على التفاصيل الدقيقه جدا. أوكي. فبالنسبه لي الموضوع غير متعب تماما، يعني بالعكس. طيب ابراهيم، يعني شو اخذك لهون؟ يعني شو اللي خليك تنتبه لهيدا الموضوع؟ يعني بمين تاثرت؟ بصي، هو انا كان من 3 سنين كنت شفت فنان تايواني ناحيه مجسم بكرسي على سن قلم رصاص، فمن اللحظه دي يعني سالت نفسي سؤال، هو ازاي الشخص ده قدر ينحت التفاصيل دي من سن قلم رصاص بالحجم ده؟ فحبيت اخوض التجربه واخوض المغامره، يعني بمعنى صح، لانه ما كنتش اعرف اي تفاصيل عنها في البدايه. برضو كان في محاولات فشل كتيرة جدا جدا في الأول، يعني أكثر من 20 محاولة فشلة لحد ما نفذت أول مجسم، وتوالت الأفكار من بعدها، يعني تولت المجسمات. شو كان أول مجسم عملته إبراهيم؟ حتى لو عم قاطعك، تتذكر شو أول مجسم عملته بقلم رصاص؟ كان كان مجسم على شكل قلب. واو، أوكي. طيب ابراهيم، انت كنت عم تقول انه في كثير محاولات كانت فاشله، لما بتقلي محاولات فاشله كان ينكسر قلم الرصاص او ما كان يطلع الشكل مثل ما بدك، او ما كنت عم تعرف من وين بدك تبلش تنحت؟ بالضبط، انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع، انا اصلا فنان تشكيلي، كل علاقتي بالنحت هو اني بحبه، يعني انا رسام في المقام الاول. اوكي. فما كانش عندي اي علاقه بالنحت لا من قريب ولا من بعيد. أوكي. بس تعلقي الشديد بالموضوع خلاني ادرسه، خلاني اتفرغ له، خلاني بفضل الله دلوقتي عرضت في اماكن كثيره يعني مهمه زي متحف الفن الاسلامي عندنا في القاهره، المتحف القومي للحضاره المصريه عملت فيه برضو كام ايفنت، عرضت في دار الاوبرا المصريه، كان اول معرض شخصي او ثاني معرض شخصي ليا بعد معرض متحف الفن الاسلامي، بدا الموضوع ينتشر ويتوسع، بدات وكاله انباء عالميه تتواصل معايا، طبعا ما كنتش متخيل ان الموضوع ممكن يوصل معايا لكده. اوكي. وصل لان مجله فوربس اتكلمت عن الشغل وذكرتني. يعني بتستاهل ابراهيم كل هيدا واكثر. ابراهيم، بس في نوع اقلام معين بتشتغل فيه او حيلا قلم رصاص بيزبط؟ لا، هو يشترط جوده الخامه نفسها، جوده الرصاص، يعني أوكي. انا بالنسبه لي لا يشترط الحجم بقدر ما بيشترط جوده الخامه. أوكي. فانا بنتقي افضل الخامات الموجوده وافضل الماركات الموجوده، لان هو بيكون درجه نقاء الرصاص فيها عاليه جدا، يعني في شوائب حضرتك يستحيل تشوفيها، انا بشوفها ممكن تاثر على شغلي، يعني ممكن جزء صغير جدا، شائبه صغيره جدا في الرصاص ممكن تبوظ لي منحوته كامله.
اف واو. انا لما شفت هيك ابراهيم، انا كنت عم بعمل هيك شويه ابحاث عنك، وشفت المنحوتات والمجسمات فيها كثير تفاصيل، يعني مش قصه انه بس عملنا قلب، انت بلشت بالقلب، بس في كثير تفاصيل، يعني اوقات في قصص صغيره ولا ممكن انه نحن نقدر ننتبه لها. انت كيف هالقد بتقدر تكون دقيق بشغلك؟ شو هي المواد اللي بتشتغل فيها او الالات اللي بتشتغل فيها؟ طيب انا مبسوط جدا ان حضرتك اثرت في النقطه دي، لانه هو ده اللي انا بقول انه بيميزني عن باقي نحاتين المصورات على مستوى العالم. انا بالنسبه لي بشتغل الموضوع، بنقل النحت التقليدي او النحت الميداني او نحت المجسمات بالخامات والطرق العاديه او المتعارف عليها لعالم صغير جدا لا يتعدى 3 ولا 4 ملم. فالموضوع مش مجرد ان انا بجيب شكل المنحوته بس، لا، كل تفاصيل المنحوته اللي انا شغال عليها بتكون موجوده، كل الزخارف الموجوده في المنحوته الاصليه بتكون موجوده في المنحوته بتاعتي. ف دي كانت نقطه مهمه جدا، ان هو مش مجرد ان انا بلعب على سن القلم والرصاص، لا، الموضوع ارقى من كده بكتير، الموضوع اصعب من كده بكتير طبعا. الموضوع فيه تفاصيل ما بتبانش فعلا غير بالعدسات. طيب انا في الاول ما كنتش اعرف اي حاجه عن الادوات المفروض استخدمها. بعد كده عرفت ان في حاجه اسمها ديتيل نايف او سكينه تفاصيل، حاجه تشبه المشرط الطبي بسن مدبب، دي بقدر اتحكم فيها بالتفاصيل. في كمان عندي مايكروسكوب. انا طبعا في البدايه ما كنتش بستخدم مايكروسكوب تماما، كنت بشتغل بعيني المجردة، يعني علشان برضو الناس ما يتخيلوش أو ما يتوهموش إن أنا السر في نجاحي في العمل ده هو المايكروسكوب. لا، أنا قعدت سنة ونص شغال بدون مايكروسكوب، فأنا بقالي 3 سنين أصلا. أوكي. فيعني المايكروسكوب لسه داخل حياتي من سنة ونص يعني. مش من كتير يعني. أوكي. بالظبط. طيب اليوم ابراهيم كيف بتحافظ على هيدي المنحوتات؟ يعني وين بتحطها؟ كيف بتهتم فيها؟ يعني هي دقيقه كثير. بالظبط. انا عندي طريقتين للحفظ، يعني طريقه بحفظ بيها المجسمات حفظ مؤقت، بحيث لو هتحرك او هحركها من مكانها او هروح بيها مكان بحفظها حفظ مؤقت في انابيب زجاجيه زي انابيب الاختبار المعمليه بالظبط. اوكي. اما الحفظ الدائم بقى لو عندي معرض او لو عندي ايفنت او لو هتروح لعميل، فبتتقفل تقفيل ما يعتبر متحفي، يعني بتكون مزوده باضاءه مدمجه وبتكون مزوده بعدسه مكبره مدمجه، علبه من الاكريليك الشفاف فيها عدسه حضرتك اتعرضت في الاول، يعني هو ده الشكل اللي انا بقفل فيه الاعمال. فالموضوع بيكون متامن جدا جدا، علشان برضه الناس بتبقى متخيله ان هو لو اشترى المنحوته هيشتري قلم، لا، هو الموضوع مش قلم خالص يعني. بيزعجك ابراهيم رصاص. بيزعجك يقولوا انه ما هي كلها القصه قلم رصاص؟ بيضايقك هيدا الموضوع؟ لا خالص، لا 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 خالص. أوكي. خالص خالص. اوكي. يعني بص حضرتك، اي حاجه في الدنيا جديده لسه يعني في بدايتها او لسه الناس بتتعرف عليها هترفضها، طبيعي. يعني انا لو ما تعاملتش مع الموضوع بحكمه ما كنتش وصلت للي انا حققته دلوقتي في شغلي. الفكره انه الناس بدات يعني تفهم الموضوع، يعني من اصراري انا على ان انا اعرف الناس بشغلي ومن ايماني انا بشغلي ومن ايماني انا بقدراتي، الناس هتؤمن. الناس هتؤمن بقدراتك، الناس هتؤمن بموهبتك، الناس هتؤمن ان انت فعلا بتعمل شيء استثنائي وقليل اللي بيعملوه على مستوى العالم. لوين بدك توصل بهيدا الشيء الاستثنائي ابراهيم اللي عم تعمله؟ انت حضرتك شاركت بمعارض بمصر، هل في طموحات للمشاركه بمعارض خارج مصر، للمشاركه مثلا بمعرض واحد بيجمع العديد من الاشخاص يلي بيشتغلوا بهالمجسمات؟ هل في هيك افكار؟ اكيد طبعا. يعني هو انا برضو طموحي ان شغلي يلف العالم، يعني هو لف على عن طريق الميديا، يعني هو لف العالم. صح. كله عن طريق الميديا. لا، احنا انا عايز انقله هو وانا اكون موجود في مكان بيستضيف الاعمال وفي مكان بينظم معرض يعرض اعرض فيه الاعمال. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الطموح الاعظم بالنسبه لي هو ان انا اسس اول متحف للمصورات في الشرق الاوسط. ده لو تم هيكون المتحف الاول من نوعه في الشرق الاوسط كله، بس يكون مركزه مصر طبعا، يعني او مقره مصر. بأم الدنيا يعني.
طبعا. لا ان شاء الله يا رب هيك ابراهيم تقدر تحقق كل احلامك، لانه عن جد هيك الشغل يلي قدمته، خاصه انه بلشت من الصفر بهذا الموضوع، ما كان عندك ادنى فكره وقدمت هيك منحوتات رائعه بقلم الرصاص وقدرت توصل للعالميه، وان شاء الله لاكثر من هيك، وكل التوفيق لك ابراهيم. شكرا لحضرتك، شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا، بتمنى لك نهار حلو.